السلام عليكم. سنحاول أن نتعرف اليوم على كيفية تغيير كلمة السر وكذلك كيفية تغيير ما يظهر للطالب في الصف. أولا فيما يتعلق تغيير كلمة السر للدخول إلى المنصة من حسابك الجامعي، نذهب طبعا إلى الأكاونت الخاص بالحساب للتدريس أو الطالب، ومن ثم إلى سيتنج، ومن بعدها نذهب إلى Edit. طبعا هنا مثل ما تشوفون Change Password، أضغطها هنا. طبعا هو مباشرة حيتعرف على الباسورد القديم. إذا أنت كنت حافظة بالمتصفح، لأن بعض المتصفحات تحفظ لك كلمات السر والإيميلات إلى آخره، فأنا أوكي هياتها محفوظة. هسه بالنسبة لي راح أجي أكتب كلمة السر الجديدة اللي أني أريدها، أوكي، وأيضا أعيدها ها هنا مرة ثانية. ومن ثم نقول له Update Setting. المفروض خلاص أنا حقول له أيضا Update Setting هنا. خلاص بالنسبة لكلمة السر تغيرت، لكن من حتدخل من جديد من خلال البراوزر، أيضا حيقول لك ادخلي كلمة السر. هاي فقط حبيت أنوه عليها. اما هسه الشغلات اللي تظهر للطالب، يعني هسه اني هذا هو الداشبورد الخاص بي، هاي هي الماده اللي نفرض ماده الاحصاء اللي انا ادرسها. من اجي يعني الطالب ايش راح يشوف؟ حيشوف هسه هاي تشوفوها هنا الهوم، السيليباس، البيس، الكارس الى اخره. مثلا اني ما ادري يشوف هذني او هاي الامور، فشون اخفيها؟ فراح اقول له هسه اخرج من منظر الطالب، راح اذهب ايضا الى سيتنج مع صف هاي المره، ومن ثم طبعا هنا حتظهر لنا السيتنج. اروح وين؟ على نافيجيشن، اضغطها هنا. هسه شنو الشغلات اللي اريد اخفيها من هاي وشون اجي اخفيها؟ مباشره فقط اضغط واسحب كل الشغلات اللي اني ما اريد الطالب يطلع عليها ويشوفها. خلي فقط الشغلات اللي اني اهتم انه هو يشوفها، اللي هو خلينا نقول السيليباس والماجوال، هنا البيجز هم ما اريده، الدسكشن ايضا، يعني شوف انت شنو اللي تحدده، ما هو الشغلات اللي انت تحددها. واجي اقول له هسه سيف، اوكي. هسه اني راح اذهب الى الداشبورد من جديد، راح ادخل على ماده الاحصاء، ومن ثم ادخل من منظار الطالب. اجي هسه الطالب فقط اللي دا يشوفه هو فقط السليباس. اوكي، حتقولي انت مو هناك اكو شغلات عفتها المفروض هو يشوفها الطالب، ليش ما ظهرت له؟ اوكي، نذهب على السيتنج، خلينا نشوف انا شنو الشغلات اللي انا خالها المفروض هي تظهر، اللي هو الماجوالز، اللي هو انا هنا هل اريد مثلا ديسبلاي او اريد اخفيها او اريد اظهرها الى الديسكشن، ايضا اقدر اصعدها الى وين. اجي هنا فقط اظهر، اضغط ها هنا، لان انا بالنسبه لي ما خال اي شيء هنا بالماجوال، فبالتالي ما راح يظهر للطالب. من اخلي محاضراتي الدسكشن الاسايمنت الكويزز هنا راح تبدي تظهر للطالب. وشكرا جزيلا لمتابعتكم.